الأمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين الرحمة المبعوث للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد قلت أن أبو أيوب الأنصاري وهاجر المختار لما وصل 50 مع 3 حتى نزل بطيبة الغراء حيث أمر ثم بها قام حتى احتضر فيها فكانت أشرف البقاع أما ضريحه فبالإجماع. صحيح. كنا في الهجرة وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة كان أول أيامه مع أبي أيوب الأنصاري وتكلمنا على ذلك. وكانت مدة اللبث في مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 10 سنين. يا لها من مدة. قال الناظم يا لها ما أعجبها من مدة 10 سنين فقد ويقع فيها من الخير ما وقع. All praise due to Allah. May His peace and blessings be on the Prophet صلى الله عليه وسلم and his family and companions and followers until the Day of Judgment. Glory be to you, O Allah. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. We reached the point in the Seerah where the Prophet صلى الله عليه وسلم reached Al-Madinah and he stayed with Abu Ayyub al-Ansari for a little while. And we spoke about that story of Abu Ayyub al-Ansari. Here the author says, the Prophet ﷺ spent 10 years in Medina, and what a period of time that was. قال فكانت أشرف البقاع. هذا رأي الإمام مالك وهو الصحيح أن المدينة أشرف من مكة بكثير وكثير. That he said that it is the most of noble of places on earth, and this is the opinion of Imam Malik. والأدلة عليه أوضح من الشمس في رابعة النهار. And the proofs of this opinion that Medina is more honorable than even Mecca, the proofs are as clear as the, you know, the noontime sun. هذا الخلاف بين المدينة ومكة غير القبر الشريف أما ضريحه بالإجماع أنه هو أفضل الكائنات كلها. So where the difference lies is really whether Mecca or Medina, or Medina or Mecca have a higher virtue. But as far as where the Prophet ﷺ was buried, this is, there's no doubt that since the Prophet ﷺ is the most noble of all creatures, this is the most noble place. قبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من الكعبة ومن العرش ومن الكرسي ومن كل الكائنات. So the grave of the Prophet ﷺ then would be more honorable than the Kaaba and the throne and the footstool of the throne and all the other creatures. يا لها من مدة. قال الناظم ما أعجبها من مدة هذه 10 سنين. تعجب من حالها 10 سنين ويبلغ الأمر فيها ما بلغ. انتشر الإسلام فيها إلى ما بلغ. He said 10 years, and what a 10 years it was, what a period of time it was, that all the blessings and the bounties that happened during this time, that Islam reached where it reached during this short period of time. فحقيقة الإسلام لم ينتشر إلا في 10 سنين. نحن قلنا 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة والغالب منها أنه كان يدعو إلى التوحيد ولم ينتشر الإسلام. مع الناس مثلا لم يبلغوا بالكثير. أما هذه 10 سنين اشتعل الإسلام فيها كاشتعال النار في الحشيش الرقيق. So in the 13 years the Prophet ﷺ spent in Mecca,
Islam was spreading slowly, and it spread, but it was spreading slowly. But in those 10 years in Medina, Islam spread like wildfire. It spread like a fire spreads in dry grass. وهذه عشر سنين لقد غزا 20 بعد 50 فيها وفي 70 بغير لبس قاتل غزا فيها الغزوة هي خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش يقاتلون في سبيل الله هو المصطلح السيرة لقد غزا فيها بنفسه الشريفة 25 وفي رواية 27 غزوة هو التعريف هو تعريف الغزوة وما سافر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مع الصحابة And during this time, there was either a difference of opinion, 25 or 27 expeditions with the Prophet ﷺ, and a ghazwa or an expedition is where the Prophet ﷺ traveled with, in the company of the companions. نعم. وفي خمس وفي سبعين بغير نفسه قاتل وفي سبعين قاتل وليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بنفسه بل الصحابة قاتل ومعناه اعتركوا مع الكفار في سبعين أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتل بيده الشريفة إلا رجلا واحدا في حياته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا رحمة فلم يقع على يده قتل وإن كان هذا بأمره والصحابة لا يفعلون إلا بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلبت عليه الرحمة الله تعالى يبين لنا أنه ما أرسله إلا رحمة وإن كان القتال أيضا رحمة So then the Prophet ﷺ fought with the companions seven times in this time. قاتل أصحابه معناها اعتركوا مع الكافرين. And this this indicates seven battles that happened, that the companions fought the disbelievers. But as far as the Prophet ﷺ himself, it is only narrated, reported that he killed one person ever in his life. Because the Prophet ﷺ was sent predominantly, he was sent as a mercy for Allah. Mankind, and the fighting that happened that the companions did that was from truly from an order from. Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is to indicate though that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had only killed one person in battle. That this is an indication that you know the Prophet sallallahu alaihi wasallam is predominantly sent as a mercy, and that even when the Prophet sallallahu alaihi wasallam fights, and even the purpose for this fighting is in reality a mercy, that it prevents a greater evil. لأنه تطهير للأرض من الفساد. And for removing corruption and evil from the land. ولذلك في الحديث الصحيح أن الفاجر عندما يموت تستريح منه البلاد والعباد والأشجار. And it is narrated that مستريح ومستراح منه معناها المستريح والمسلم الطيب إذا مات استراح وأما الكافر الفاجر الفاسق إذا مات استراحت منه العباد والبلاد والأشجار. In a narration that there are two types of people who die. One who, it's his turn to relax and to rest, and the other, that other people now get rest from him. That the person who is a transgressor, once they die, then everybody, you know, can breathe a sigh of relief because they are causing, you know, had caused harm to people, and everybody can, you know, relax right now that this person is gone. But for the righteous person, when he passes away, then this is his time to enter into rest. فقتال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأجل أن تستريح البلاد والعباد من فساد المفسدين. So the fighting of the Prophet صلى الله عليه وسلم was a mercy so that the people and the land can rest or be removed from the evil of the people who spread corruption. وفي سبع بغير لبسي قاتل بدر هذه السبع هي بدر بدر يعني هي الغزوة التي نصر الله فيها المسلمين ولها ما بعدها يوم له ما بعده يوم له ما بعده أول مغازي بدر الكبرى and the first of these battles was the battle of Badr التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم the first of the battles the Prophet صلى الله عليه وسلم fought in himself
وهذه أعظم غزوة وما حضرها منافق ووقع فيها من العشائم ما لم يقع في غيرها. This was the greatest of the battles the Prophet صلى الله عليه وسلم was in, and no, there were no hypocrites fighting in that battle, and the miracles that were shown in that battle were tremendous. وفي أحد أيضا في غزوة أحد وفي الخندق وبني قريظة وبني المصطلق وهذه الغزوات كلها لها مواضع وفصول تحتاج إلى تدريس خاص. So the Prophet also fought in Uhud and the battle of al-Khandaq and with Bani Qurayza and Bani al-Mustaliq, and all of these battles to get into them requires details and a lot of context. نعم. غزوة الطائف مع حنين وضعفها البعوث دونه. ضعف الغزوات البعوث معناها أن الغزوات 27 أو 25 ضعفها. ما هو الضعف؟ معناها أنها 50 معناها 25 معها 25 هي 50 بعثا. البعث هو ما لم يخرج به النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن السرية والبعث قيل إنهما مترادفان وقيل إنهما متغايران. السرية والبعث. كل منهما لم يخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم. So then the amount of times the Prophet صلى الله عليه وسلم sent out expeditions or sent out messengers or expeditions, يعني مجموعة. ضعفها دبل. نعم يعني هذه تكون مجموعة ليس شخص واحد. نعم. مجموعات يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. So these are groups that the Prophet صلى الله عليه وسلم sent out. It was double that amount. So double the time, the 25 expeditions or the 27 would be 50 times the Prophet صلى الله عليه وسلم sent a group out. هذه يقال لها السرية والبعث. This is called either a sariya or a ba'th, which indicates the sending of the Prophet صلى الله عليه وسلم. إنه باب بمعنى واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جماعة يدعون إلى الإسلام سواء كان في قتال أو غيره هذا يقال له البعث ويقال له السرية. قال بعض العلماء فيه فرق. That it is indicated or it was mentioned that both of these they share a meaning that the Prophet صلى الله عليه وسلم sending out people. أمروا بقتال أو لم يأمروا بقتال. Sending out a group of people, whether you know they're calling to Islam, whether they're ordered to fight or not fight, these are called this is called a sariya or a ba'tha. وقيل إنهما متغايران. And it is mentioned that the sariya and the ba'tha are different. بين البعوث والسرايا فرق عرفانه على الورى يحق. فالبعث ما بعث طه الوالي يدعو إلى الدين بلا قتال, وإن يكون خلاصة البرية أمر بالقتال في السرية. قال عن إذا كانت السرية أمرت الجماعة أمرت بالقتال فهي يقال لها سرية, وإن كانت من لم تمر بالقتال فهي يقال له بعث. هذا على القول أنهما متغايران. So as far as the opinion that they are two different things, they say that the ba'th would be when the Prophet ﷺ sends people out to do da'wah and does not order them to do any fighting, and a sariya would be the group that the Prophet ﷺ sends out for the purpose of fighting. والطائف مع حنين وضعف والبعوث دون ميني. وقيل في النضير مع وادي القرى قاتل. قيل أنه قاتل في غزوة النضير وفي وادي القرى وفي الغابة أيضا نكرا. النبي صلى الله عليه وسلم حجتين ثم الفرض. نتكلم عن الحج. الحج قبل أن يفرض الحج بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي لهذا البيت العظيم دائما متواصلا. قبل الفرض كان دائما يأتيه. وهذا الصحيح أنه ما لا يعد, لكن المؤلف هنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين فقط ابتداء, ثم بعد ذلك لما فرض الحج حجة الفرض. وقال اعتمر الأربعة. قال أيضا هذا هو قول الجمهور من العلماء. So then as far as going to Hajj, there's differences of opinion. Some say the Prophet ﷺ, before the Hajj was ordered, he would go to the Kaaba often. And others said the actual Hajjs that were performed by the Prophet ﷺ was two before it was made compulsory. And then after the Hajj was made one of the pillars,
Then the Prophet ﷺ did the famous, you know, farewell Hajj, and that was the only Hajj the Prophet ﷺ did by agreement after that Hajj, after the Hajj was ordered. As far as Umrah, the Prophet ﷺ did four. And this is the majority opinion. وقال مالك ثلاثا اعتمر وحج مفردا فحقق الخبر قال مالك رحمه الله تعالى قال لا قال مالك ثلاثا اعتمر قال اعتمر ثلاث عمر يعني بدون حج وحج مفردا حجا افرادا وعلى هذا تكون عمر ثلاثه والحج حج واحد. So Imam Malik, he said to the contrary that there were three umras that were not had nothing to do with Hajj, and then the one Hajj the Prophet ﷺ did was Hajj Ifrad, which is the type of Hajj where somebody just does Hajj and does not do Umrah alongside it. And there's difference of opinion is mentioned in the books of Hajj and Umrah. كلها في القعدة على الذي صححه من عدى شهر الذي قبل شهر الحجة. العمر التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في القعدة الشهر الذي قبل شهر الحجة. And all the umras the Prophet صلى الله عليه وسلم did were during the month of the القعدة, which is the month before the month of Hajj. على الذي صححه من عدى هذه العمر. And this is the what is referred to as the authentic opinion among those who counted the umras that the Prophet صلى الله عليه وسلم did. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة وفي رواية كحجة معي. And it is narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم in Bukhari that the Prophet صلى الله عليه وسلم said عمرة, making عمرة in Ramadan gets the reward of doing Hajj. And in another narration it is mentioned that doing عمرة in Ramadan is like a Hajj with me. بيان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا وعدة الأزواج باتفاق أينا تاوجا في البواقي خلف تركنا ذكره فالمتفق عليه أولاهن ذكرها سبق بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت أما تزوج عليها أحدا حياتها من النساء أبدا ما تزوج ابنة الصديق وعمرها ست على التحقيق من بلد الحرام قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة ثم بنى بها بعيد مرتحل لبطيبة وعمرها تسعا وصل مات عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها فلها الفخار كم حمت من مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة وبالبقيع دهنت في حني ليلا وسودة سمت في السني فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجها بنت أزواجه بنت لؤي وبعد موت زوجها السكراني تزوجت خير بني عدناني صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما وهجرا في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين ومع عام ند في خلافة عمر توفيت بطيبة فقل أثر وحفصة تزوجت خير البشر بعد خنيس ثم لما انصدر طلاقها منه بردها أمر وموتها عام الجماعة يكر وزينب أم المساكين قتل بأحود عنها ابن جحش فقبل تزوجت خير نبي وتوت شهرين أو ثلاثة ثم توت زوت شهرين أو ثلاثة ثم توت ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فاقتبسا وبنت جحش بنت عمة الرسول زوجها الرحمن بارئ العقول خير نبي قضى منها الوطر زيد وماتت في خلافة عمر إذ فتحت مصر وكانت أطول نسائه يدا كما قد نقلا وهند وهي كم لها من فضله تزوجت من بعد موت البعلي خير الورى وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد وبالبقيع دفنت وهاجرا ثنتين في أول من قد هجر
ومن نساء المصطفى جويرية توفيت في عام نول تدرية وقد سباها في غزاة المصطلق من بعدها مسافع بالمندلق ودفع النجوم لابن قيسي عنها فما أبركها من عرسي أرسل الناس السبا يطر لما غدا المصطلق يصرى لمصطفى عليه من رب الأنام وآله أزكى الصلاة والسلام ورملة بنت أبي سفيان تزوجت خيرا ورا وكان وليها خالد نوع المعنى عند النجاشي كما أتانا فسلم المهر إليها أجمع من الدنانير مئات أربعة عام سبع أهديت لأحمد وموتها في عام مد قد بدا وكم حوت من شرف صبية لما غدت لأكرم البرية زوجا وكانت سبيت من خيبر فاختارها لنفسه خير الورى وعتقها مهرا لها قد حقا جعل وعام خمسين بها الموت نزل وعام سبع بعد فتح خيبر ميمونة نكاحا معتمرا وبعد عوده بها كان البناء بسريف وكان ذاك مدفنا لها وكانت آخر النساء تزوجا له بلا امتراء عليه أزكى صلوات ربه والآل والأزواج ثم صحبه وعام واحد وخمسين نزل بها الحمام عندما حان الأجل ومهر كل كان خمسمائة من الدراهم سوى صبية ورملة فإنه تقدم بيان ما أصدق كل منهما وهذا الباب مفيد جدا وفيه من العلوم شيء عجيب ونتكلم عنه إن شاء الله هو بيان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. So this is the chapter of the wives of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the stories and their dowries and so on as mentioned. And this is a very beneficial chapter to learn. أولا النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بأنه يمكن يتزوج من النساء ما يتزوج ولو مئة ولو ألف. So the first thing that needs to be mentioned is the Prophet صلى الله عليه وسلم was given the specific order from Allah سبحانه وتعالى that he is allowed to marry as many. There's no limit to the amount of women the Prophet صلى الله عليه وسلم could marry. Even if it's 1,000, this is not something that was restricted. والنتيجة في ذلك لمن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. And the benefit out of that is for the one who the Prophet صلى الله عليه وسلم married, not in order to give something the Prophet صلى الله عليه وسلم was lacking. وعندما ترون الحديث الصحيح الذي شق النبي صلى الله عليه وسلم الذي شق فيه صدر النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وميكائيل وإسرافيل على اختلاف الروايات عندما وزنه قال زنه بأمتي جميعا فإنه سيزنه حديث صحيح زنه أنه لما وزن بعشرة وبعشرة وزن قال دعه فإنه لو وزن بأمته كلها لوزنها لو ما هو المعنى هنا in the hadith when Jibril and Mikael and Israfil as is the authentic opinion that they opened the chest of the Prophet صلى الله عليه وسلم and they wasn't وبعد لما انتهوا من غسله وزنوه بعشر وبعد ذلك فلما جاء الوزن قال دعه عندما تكرر الوزن وكل ما وزن مع عشر ابتداء وبعد ذلك الى 100 الى قال دعه فلو وزن بامته كلها لا رجعها so then they weighed the Prophet صلى الله عليه وسلم versus 2, 3, 10, 100 of the ummah and every time they would weigh the Prophet صلى الله عليه وسلم versus them The Prophet صلى الله عليه وسلم outweighed them in greatness, and then they said, "Leave it, because if you weigh his whole ummah against him, he would have beaten them." This has a special meaning that the Prophet صلى الله عليه وسلم is not like a regular man. هو وزن ابتداء بعشر فوزنها وبعد ذلك لما تكرر الوزن قال دعه فلو وزن بجميع الأمة لرجحها. He said, after he was weighed by. ابتداءً عشرة وبعد ذلك بمئة وبعد ذلك بألف قال دعه. After 10, that he was weighed versus 100, then 1,000, and then after that he said, leave him because if you weigh him versus all of his ummah, he would be greater than them. ما هو المعنى في هذا؟ What is the meaning of this? معنى هذا ليس كالرجال. This means the Prophet صلى الله عليه وسلم is not like any other person.
وقال العلماء النتيجة في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 لأجل أنه تكثر المودة بين القبائل مع النبي صلى الله عليه وسلم فينقادوا إلى الدين، وكذلك أيضا لأجل أن ينشر هؤلاء النساء الشريفات العلم الداخلي التي لا تعرفه إلا المرأة من زوجها حتى تنشر في النساء. So there's many benefits, in fact, if you think about it, for why the Prophet ﷺ married over 4 women. And one of them is that that the hearts of the different tribes that the Prophet ﷺ married from would be inclined towards Islam and have now a stronger connection. That they have a strong connection that is now established through their marriage and with the Prophet ﷺ, and in this way. And also, that so many of these women, they learned from the Prophet ﷺ, and they spread this knowledge to other women and to the rest of the world. They get to live with the Prophet ﷺ and see things that other people don't see, so then they can spread this knowledge later on. A zawj in Arabic is something that which means like a partner, a husband or a wife. It means something that is a part of something else. So there are a lot of things that are only narrated by the wives of the Prophet ﷺ. Despite that, the Muslims today, they have a doubt that is in reality. It is in reality hypocrisy. أفي الله شك. As Allah says, is there doubt in Allah? وأنا أقول لكم أفي رسول الله شك. And I tell you, is there doubt in the Messenger of Allah? وعندما قال لكم الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أفي هذا شك. And after Allah tells you, and He does not speak from His own whims, but rather this is a revelation that is revealed to Him. وأنا أقول لكم إذا كان مسلم فيه شك ويعتقد لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مليون مرأة أو مليار مرأة وأن هذا ليس الشرف لذلك المرأة هل ليس كافرا؟ If a Muslim has doubt, or even if they have doubt if they saw the Prophet صلى الله عليه وسلم married 1 million women or 1 billion women, that they think that this is a loss to the Prophet صلى الله عليه وسلم or something lacking in him, rather than seeing it as an honor for those women, then isn't this disbelief? وإذا كان يعتقد أن هذا سيتشرف النبي صلى الله عليه وسلم أو سيكون له فيه خير له هو ليس أن الخير لأولئك الناس ليكونوا مسلما. And if this person believes that, you know, the Prophet ﷺ, you know, gained honor from, you know, his marriage to any of these women, that his status was elevated, or he gained something that he was lacking, then gained the benefit, then would this person be a Muslim? This person would not be a Muslim. This person needs to, you know, reaffirm their iman and needs to inspect their iman. هذا عنده نفاق. This person has hypocrisy. هذا يقال له مسلم ولكن ليس مؤمنا. This person could be called a Muslim, but they do not have iman. الظاهر يقول لا إله إلا الله ويصلي ويتطهر ولكن إذا بحثنا عنه هذا إيمانه ناقص. هذا عنده نفاق. So this person, you know, externally they could be praying and fasting and giving charity, but internally this person's iman is not complete. This person has this person's beard and their hijab, or their hijab and their prayer and fasting and so on, is purposeless. It's better for them to just go and sleep and relax and go to the clubs in San Francisco. يجد رحلة في الدنيا. It's better for him to relax and, you know, enjoy himself in this world. وهذا كله من بلادة سبيكرس. ما في بلادة موجودة إلا منهم. And this is all from the stupidity of the speakers. There is nothing. عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كرجل عادي هكذا. من أنتم؟ هل أنتم رجال أولا؟ It's because when they talk about the Prophet صلى الله عليه وسلم, they talk about him like he's just somebody like anybody else. هذا أعوذ بالله هذا أعوذ
هذا أعوذ بالله من هذا النوع من الحماقة ما وصل إليه أحد. I seek Allah's refuge from this. This is a form of foolishness that nobody reached to before. وعدة الأزواج باتفاق أينا تا وجاء في المواقع أخرى. عدة الأزواج باتفاق أين زوجاتنا وسواء اختلف العلماء فيهم وبعضهم يشبههم إلى أعداد أكثر من 11 ولكن المتفق عليه أين معناها همزة ويا 11 زوجة. So the about the number of the wives the Prophet صلى الله عليه وسلم married, there are some scholars who say they are more than 11, but the agreed upon amount is the numerical value of the letters أي, which is a همزة and a يا, which is 11. نعم. وجاء في البواقي خلفهم تركنا ذكره. البواقي فينا خلافة لم يذكره المؤلف لأن هذا المؤلف مختصر ويذكر فقط الزبدة ما يذكر الأشياء البحثية الطويلة. So the author here will mention those 11 and will not enter into the differences of opinion because this this text is it's a concise version, it's a condensed form of the Seerah. So it doesn't, it just talks about, you know, the main focus and not the external, you know, branches. أعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حل المشكلة عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة ولعلها من كشفيات عمر حل المشكلة. And know that عمر رضي الله عنه, you know, has solved this matter for us and has you know put it in a way that is very easy to understand for people. And perhaps this is one of the things that Allah subhanahu wa ta'ala has shown to Umar. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما زال مسجا بثوبه قبل أن يدفن والله ما أكلت وما شربت وما نكحت إلا لك. So after, أمام الجميع. Perhaps this is one of the things that Allah, the special things that Allah had shown Umar رضي الله عنه when the Prophet صلى الله عليه وسلم after he had passed away while he was wrapped in cloth before he was buried. Umar radiallahu anhu went up to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he witnessed. He said, "By Allah, that you have not eaten or drank or gotten married, except for us." What does the statement of Umar mean? معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل وما شرب وما نكح وما فعل شيء إلا تشريع للأمة وتبيين للأمة فقط. That the Prophet ﷺ, it means that the any of the movements the Prophet ﷺ did, the eating, drinking, or anything that seemed the normal person does out of desire for themselves, like eating, drinking, getting married, the Prophet ﷺ in fact did those things to show us and to teach us and to give us an example. والدليل على ذلك من الحديث الصحيح الوارد في البخاري وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كأحدكم إني عند ربي يطعمني ويسقي. And in a proof of this is that when the Prophet ﷺ was referring to his, you know, fasting, continuous fasting, that he said that I'm not like any one of you. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala, you know, feeds me and gives me drink. As in, like, in reality. أولاهن بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولاها بنت خويلد وقد تكلمنا عليها ماضيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى 25 تزوج خديجة قبل المبعث الشريف وقد تقدم قصتها منها أولى النساء بنت خويلد لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 25 سنة من عمره قد تزوجها وذكرنا الأمر قبل ذكرنا الشيخ كان 25 أو 26 في 25 سنة بعد ما أكمل هذا 25 يعني تزوج خديجة. So then يعني أولى النساء هذه 11 بنت خويلد التي قد تقدم ذكرها. So then the Prophet صلى الله عليه وسلم after he completed 25 years meaning he was 25 years old. He married Khadija and we have already spoken about this matter. التي صدقت قبل النساء بالنبي التي قد دخلت الإسلام صدقت معناها بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النساء بل قبل جميع الخلق بالنبي فارتقت. And she is the first person before any woman to accept Islam and in reality before anybody she was the first one to accept the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala as a messenger. And this was an honor that elevated her above everyone.
واسمعوا شوف الآن اسمعوا وضعوا عقولكم أمام المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ثانية حتى وصل إلى 53 سنة حتى تعلموا أنه ما كان شهوة، لأن الرجل الغالب عليه شهوته تكون في الشباب، هذا معروف. أما في الكبر لا يشتهي أكثر. So the Prophet صلى الله عليه وسلم أن تفهموا married her when he was 25 and he did not marry anyone else until he was 53. And so the people what becomes obvious when you talk about that, it's that the Prophet ﷺ didn't marry multiple wives out of desire. That if a person has desire to get married to multiple wives, that's when they're young and youthful. وهذا كان معروفا في قبل الإسلام تزوج اثنتين وثلاثة، هذا ما كان شيئا يعني غريبا. And this was something that was common before Islam. That people, married two and three and multiple wives, it was something very normal. So if the Prophet ﷺ, astaghfirullah, had married out of desire, it wouldn't have been after 53. معناها هذا لابد أن تفهموا إذا كنتم تعقلون. الله تعالى يقول فلا تعقلون. معناها أنكم يا مسلمون لا تعقلون. لا تعقلون. Allah سبحانه وتعالى. معناها لا تعقلون. Allah سبحانه وتعالى appeals to our logic and our, common sense understanding. Throughout the Quran, Allah says, "Do you not think?" So once you think a little bit, you can put this together that the Prophet ﷺ is not marrying out of desire. So if the people who think contrary to that, then they're not thinking. لا تعقلون. أفلا تعقلون. Means that they're لا تعقلون وخلاص. No, they're it's like they're insane. لا تفهمون. They don't understand. لا تتفكرون. They do not think. لا تتذكرون. They do not remember. كل لا تأتي قبلكم. كل لا. Every do not, comes before mentioning your names. معنى لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى 53 سنة وأراد الهجرة إلى المدينة المنورة حدث زواج ثاني. So then, once the Prophet صلى الله عليه وسلم reached 53 years and was going to make hijrah to Medina, then the second marriage happened. نعم بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي وارتقت وما تزوج عليها أحدا حياتها من النساء أبدا ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها 60 على التحقيق. So then the Prophet صلى الله عليه وسلم did not marry any woman over خديجة during her whole lifetime and before the migration to Medina the Prophet صلى الله عليه وسلم. ولما توفيت خديجة وبعدها بوقت تزوج ابنة الصديق. And a while after خديجة رضي الله عنها passed away. Then the Prophet ﷺ married the daughter of Abu Bakr al-Siddiq, which was Aisha, when she was six. ومن مناقب خديجة كما قلت لكم أنها لم تشترك امرأة مع النبي صلى الله عليه لم تشترك النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها، هذا فوز لها عظيم. And one of the special, attributes of خديجة رضي الله عنها, the special characteristics that she had was that the Prophet ﷺ did not marry anyone over her. While he was married to her. وكان عمر عائشة رضي الله عنها 6 سنين كملت ودخلت في السابعة. So then, when the Prophet ﷺ married Aisha رضي الله عنها, she had completed 6 years and entered her seventh. ويأتي النفاق للمسلمين أكثر في هذه المسألة. يأتي النفاق والشك والجدل ورد النصوص الصريحة. And the hypocrisy appears from the Muslims in this matter. And the argumentativeness and the doubt النفاق الواضح and clear hypocrisy appears in this matter. ورد للأحاديث الصحيحة and rejecting authentic hadith. ورد للقرآن العظيم and rejecting the Quran itself. اعلموا وفقنا الله وإياكم أن القرآن العظيم والسنة النبوية والإجماع من المسلمين واضح في أن الإنسان يمكن أن يزوج ابنته ولو بنت يوم واحد. يوم واحد. And know that بالقرآن العظيم والسنة وإجماع المسلمين. Know that the Quran, the Sunnah, and the consensus of the Muslims shows that it is allowed for somebody to marry, ابنته his daughter to someone, even if she is the age of one day. هذا لا خلاف فيه بين. This is there's no difference of opinion in this. لا خلاف فيه بين. القرآن العظيم بين عدد النكاح فقال ان عدة ذوات الحمل وضع الحمل
وأن عدة اليائسات ثلاثة أشهر وأن عدة من لم تحض ثلاثة أشهر. ما هي من لم تحض؟ من لم تحض؟ So then the Quran mentions that the period of you know mourning or after a divorce هذا المطلقات المطلقات for a divorce is three cycles or purifications for a woman who is you know having her period regularly. واليائسة التي زادت على الخمسين أو السبعين. And for the person who is you know unable to get her period that has reached menopause, then ثلاثة أشهر. Then it's 3 months. والتي لم تحض ثلاثة أشهر. And the Quran mentions that for the one who has not yet had her first period, it is 3 months also. ما هو معنى هذا؟ هل تقع العدة قبل الطلاق وهل يقع الطلاق قبل النكاح؟ Does this عدة this period of waiting after a divorce happen before a divorce, and does divorce happen if somebody's not married? هل سمعتم امرأة مطلقة لم تتزوج؟ Have you ever heard of a divorced woman that it was never married? هذا واضح. الله تعالى قال واللائي لم يحضن. واللائي جمع اللواتي. واللائي لم يحضن معناها لم يبلغن سن الحيض إذا طلقت إحداهن ثلاثة أشهر. Allah subhanahu wa ta'ala says, and those who have not yet menstruated, meaning the women that still that were divorced and they still had not reached their first menses, then they wait 3 months. معناها الله يتكلم عن عبث ما فيه فائدة هذا شيء لا يجوز. هل يتكلم الله عنه؟ لماذا لو قال لماذا ما يقول هذا ليس حلال؟ So if it was impermissible for somebody to marry somebody in that state, then it would have been forbidden and wouldn't have been mentioned. So the person who says it's not allowed, then they're saying Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning this ruling for nothing. So if it's something that's not allowed, then why wouldn't Allah clarify that? والسبب نزول هذه الآية أنه لما نزلت عدة النكاح أن الصحابة سألوا قالوا بقي نوعان من النساء ما 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 تكلم الله تعالى عن عدتنا فجاءت الآية. So the reason this verse was revealed, in fact, was that after the ruling for the women who were you know normally during their having their cycle, it was revealed it was three purifications. The companions they asked the Prophet ﷺ because it was common practice. There's older women and younger women who are married. They said there are two groups of women that are not mentioned in this verse. So then they asked the Prophet ﷺ about it, and this verse was revealed. معناه لماذا السؤال عن شيء غير واقع؟ هذا الصحابة يسألون عن شيء غير واقع. So it was something that was commonplace. Would the companions ask about something that was not happening? لكنكم أنتم تريدون أن تنشروا اللواط. بعض المسلمين الآن يقول اللواط من طبيعة بني آدم. اسمعوا هذه البلادة. اسمع. ولا يقول تزوج الصغار من طبيعة بني آدم. But rather. بعض المسلمين قال هذا صمنيتشل هذا بعض الناس يميل بعض الرجال يميل إلى الرجال. Some Muslims say that homosexuality is a part of human nature. أنا بعض الرجال يميل إلى الرجال. That you know men you know are attracted to men, that's normal. هذا ليس من المخلوقات كما قال تعالى ليس من طبيعة المخلوقات. الله تعالى قال عن قوم لوط قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. العالم اسمه ما سوى الله. قال هذا لم يكن في المخلوقات قبلكم. هذا ليس من طبيعة المخلوقات. حتى الخنازير والبغال والحمير. That once قوم لوط were practicing homosexuality, Allah سبحانه وتعالى you know says in the Quran that their prophet Lut he told them that no one has done this evil before you, as in this was not a part of human nature. Whether or is not even a part of al-alamin, meaning any creature, even pigs or whatever, or insects. حتى الحشرات ليس هذا من عادتها. This was not their habit. للحمير ولا البغال ولا الجمال ولا الحشرات. No donkeys or mules or حتى الحشرات. Or even insects. ليس قال الله تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين. من هذا قول الله. Allah says, none of the creatures, none of those in the world or in the universe have ever done this before you. كيف بعض الناس يقول نحن ما نكره اللواط هذا يعني الإسلام صحيح لا يجوز ولكن نحن ما نكره كلام. So then people. استغفر الله منكم يا speakers. So then how can these people say
oh, you know, we don't dislike, you know, homosexuality. You know, Islam, yes, it forbids it, but we don't have anything against هذا it. قد يكون من طباعنا شو And this is, could be human nature. استغفر الله الله تعالى ما سبقكم من حد من العالم ليس من طبع المخلوقات ليس من طبع المخلوقات. But this is not human nature. This is not natural for. استغفر الله شو قولك يا عم ثم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة الصديق وعمرها ست وقد وعدتكم أن المسألة سأبينها واضحة فزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ثبت بالحديث الصحيح الذي لا يقبل الرد والمسلمون مجمعون عليه وجاء قبل 30 سنة و20 سنة وناس يدرسون الحديث أو يكتبون في الحديث في المدينة وفي مكة في مكة المشرفة وقالوا ان هذا لم يثبت وانه لم يكن مبنيا على دعائم صحيحه وهذا كما قال العزامي قال كم من طبيب الان ومثلا عبقري محامي يريد نزع ايات من القران واحاديث صحيحه ثابته لانها لا توافق عقله السقيم لا توافق عقله السقيم so this matter of the marriage of the Prophet ﷺ to Aisha radiallahu anha, this is something that I had promised you. I will clarify, and it is something that. يعني ثابت بالأحاديث الصحيحة. That is you know proven in authentic hadith, and it's very clear, and it's something that you know people they you know whether it is whatever they are lawyers or whatnot. They want to remove it from the Quran. They would wish that those any verse relating to this are removed is removed from the Quran. لا توافق عقولهم مستقيمة. And that the authentic hadith should be erased because they those hadiths contradict and those verses contradict their diseased minds. عقولهم مستقيمة. هذا مرض هذا يقال له المرض ويحتاج إلى علاج. This is called a sickness or a disease. And it needs a cure. Allah Ta'ala قال إن هذا القرآن قال إن هذا القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Allah mentions about the Quran that it is a guidance and a cure. هدى وشفاء. فمن شك في القرآن أو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطير جدا. As whosoever has doubt in the Quran or in the actions of the Prophet صلى الله عليه وسلم, this is very dangerous. وقبل أن تذهبوا إلى عائشة. فذهبوا إلى القرآن حتى تكذبه والعياذ بالله في تلاوته الله تعالى قال واللائي لم يحضن مع المرأة التي لم تحضن معناها لم تبلغ 9 سنين باختلاف البلاد ما هذه لها عدة يقال لها ثلاثة أشهر قبل أن تصلوا إلى عائشة فانزعوا الآية ابتداء وبعد ذلك ذهبوا إلى عائشة So before you even talk about Aisha رضي الله عنها look at what the verse says it mentions a period of waiting after divorce For those who have not yet menstruated, who are still young, which the normal age in most places is about 9 years old. So before you even talk about Aisha radiallahu anha, talk about that verse. And if you contradict or deny an ayah of the Quran, then this is disbelief that is... clear disbelief. هذا كفر واضح واحد انكر القرآن العظيم هذا كفر واضح. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث البخاري في مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أن جبريل أراه إياها وقال إنها زوجته في الدنيا والآخرة هذا وحي من الله تعالى. And it is mentioned in multiple hadiths. That the Prophet ﷺ said that Jibril ﷺ showed him Aisha and he said, This is your wife in this world and the hereafter. This was a revelation from Allah. هذا وحي من الله تعالى. وأنا أقول لكم عائشة وأبو بكر وعمر والصحابة جميعهم لو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بناتهم هل ما يكون هذا الشرف لهم وما يتمنونه في النوم وفي اليقظة؟ And I tell you, if it was Abu Bakr or Umar or any of the companions, that the Prophet ﷺ married their daughters. Wouldn't this be an honor for them that they would dream about, you know, in their dreams and, you know, in their وَسَيَكُونُ يَتَحَلَّمُونَ بِهِ فِي الْيَقْظَةِ يُصَوِّرُونَ أَنفُسَهُمْ نَائِمِينَ وَيَتَحَلَّمُونَ That they would be, dreaming of having this dream, in fact, when they're awake.
وأي شرف لهم فوق أن يكون بناتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. And what honor is there for them above that their daughter would be the marriage of the Prophet صلى الله عليه وسلم. ومن شرفهم إلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. And وما هو الشرف اللي أعطاهم الله تعالى بأي سبب. And what was the source of their honor, of any honor they have in the first place, except that they were accompanying the Prophet صلى الله عليه وسلم. ما هو الشرف الجاء إلى عمر وأبي بكر ومن ومن إلا بصحبة. What makes عمر رضي الله عنه وأبو بكر honorable, except that they had the honor of the accompanying the Prophet صلى الله عليه وسلم. أنه زواج عائشة وقع في السنة السادسة كمالها والدخول السابع، لكن الدخول ما وقع إلا بعد 9 سنين لما هاجرت إلى المدينة. So then the Prophet صلى الله عليه وسلم, you know, it's clear he was married to Aisha, or his marriage was arranged at the age of 6, while after she had completed 6 years, and she was in her 7th year, meaning she was 6 years old. And that the marriage was consummated when she was 9 years old after they traveled to Medina. بينهما 3 سنين. So there were 3 years of waiting in between. قال العلماء هذا إجماع أن يجوز للرجل أن يزوج ابنته وهي صغيرة استدلالا بالقرآن العظيم واستدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. عقد النكاح يجوز ولو بنت يوم واحد، وهذا وقع من الصحابة بعضهم. زوج ابنته في يوم ميلادها ووقع ذلك من مصر لبعض الصحابيات، لكن هذا عقد النكاح. أما الدخول فلا يجوز إلا إذا كانت البنت تستطيع ذلك. So here's the point that clarifies everything and sets the limits and boundaries, that it was mentioned by the scholars that this is a clear proof that the marriage can be arranged and that the contract can be written even if the girl is 1 day old. And this has happened, in fact, where as soon as a girl was born, they said, okay, when she grows up, you know, she's going to be with this guy. And they even have the contract written down and done. And this is called the marriage contract. But as far as, you know, having intercourse with a person, it is not allowed until she is of an age and of a physical ability that she's able to withstand it without being harmed. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعائشة إلا بعد أن أكملت 9 سنين، وهي بنفسها بينت قالت إن بدنها كان يستطيع ذلك. And the Prophet صلى الله عليه وسلم, you know, henceforth, you know, waited those 3 years until عائشة رضي الله عنها was 9 years old, and she said herself that she was prepared for that. وأنا أقول لكم إذا كنتم تشكون في هذا فأنتم والعياذ بالله عندكم نفاق واستيقاص النبي أو نظر له بعين سفلى فهذا كفر، لأن انتقاصها بإجماع المسلمين. So I will tell you that ثانيا وثالثا ورابعا, you know, once, twice, three times and over, that if you feel that this is something that is degrading the Prophet صلى الله عليه وسلم, or this is something that, you know, is dishonoring the Prophet صلى الله عليه وسلم, then really the dishonor and the degradation is with you and your belief. وأنتم يا مسلمون تعلمون بناتكم الزنا حتى بالتلفاز يشاهدون البنات الكافرات يزنين بالتاسعة والعاشرة والثانية عشر والثالثة عشر والشيخات الكبيرات في 80 حتى في 98 يزنين ويفعلن بويفرند وتتكلمون في زواج النبي صلى الله عليه وسلم. And you Muslims, you're teaching your kids zina, and you're teaching your daughters zina, and you watch it on TV, and everybody's seeing this happening all the time. And حتى بنات 80 سنة يزنن ولهن الأصدقاء. And even women who are 80 years old, are doing zina and have boyfriends and, you know, girlfriends and so on, and people accept this. And then now people are criticizing with. ولا تستغربون من هذا. لا تستغربون. And you're not surprised from any of that. لا لم تجد رجلا يقول لزوجته سبحان الله هذا البلد أعوذ بالله منها. لم تسمع هذا. لكن إذا تكلم سبيكر عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة يقول ريلي عجيب. What's going on? What's happening? ماذا حدث؟ And people would hear about, you know, people doing all these things, and they wouldn't ever once, you know, sit with their family or tell their wife, you know, wow, subhanAllah, look at this. Shamelessness and animalistic behavior that people are doing. But then once the speaker starts talking about the Prophet صلى الله عليه وسلم, then a person would be like, wow, what on earth is this? هل هذا وقع؟ هل هذا صحيح؟ Did this really happen? Is this real?
ما في صبي من المسلمين لا كان يعلم أن عائشة تزوجت في 7 سنين. ما في الصبي هذا يدرس الأطفال المسلمين ويفتخرون به ويتكلمون به. This is known, and this is you know that the Muslims have pride in and understand, and it is a known fact that the Prophet ﷺ, you know, consummated his marriage with Aisha radiallahu anha when she was 9. عائشة رضي الله عنها قالت إن لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه السن المبكرة وعلمت ذلك ألقى الله تعالى في قلبها الحياة وكأنها صارت امرأة كبيرة. قالت ألقى الله في قلبي الحياة. لما تزوج النبي في هذه السن الباكرة قالت وألقى الله كنت ألعب مع الصبيان فألقى الله في قلبي الحياة. عائشة رضي الله عنها said that once she married the Prophet صلى الله عليه وسلم in her young age that she said that Allah سبحانه وتعالى كانت تلعب مع الأطفال. And she was still in an age where she was playing with, you know, the other children. She said that Allah subhanahu wa ta'ala put in her heart a great amount of modesty. And she behaved like a much older woman. وذلك يتضح لكم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كما قال النووي ما مات عنها وهي بنت حي 18 سنة. بعض الناس الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجها 18 عام هذا موتها هذا موت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الكلام. And some people say the Prophet صلى الله عليه وسلم married her when she was 17 or 18, and this is in fact the time that she died. It mentioned the author mentions here. لما النبي صلى الله عليه وسلم. Yeah, sorry. The time that the Prophet صلى الله عليه وسلم died. That this is. You know, and people say that this is when she married. No, no, تزوجت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. That means that she married the Prophet صلى الله عليه وسلم after he died. After he passed. هذا أمر جديد. هذا أمر جديد. That this is a very interesting, you know. معناه الزواج الأخروي معناه زوجته في الآخر. You know, this is new. This is something you know, like this is like he's marrying her in the hereafter only. شخص يظن عائشة رضي الله عنها يشبه مثل الشاب مثل أطفال في هذا الزمان. لكن لا لا وكمان لا خلي ليست كمان ولكن ماذا يفعل الأطفال الآن؟ لحظة لا وضع معناها ماذا يفعل الأطفال الآن؟ بنات 9 سنين الآن ماذا يفعلن؟ So you know what do girls who are 9 years old do now؟ ماذا يفعلن؟ إذا كان يفعلن يعني يقرأن القرآن ويحفظنه ويجلس هذا جيد وإذا كنا يشاهدن التلفاز ويفكرن عن كلهن أصدقاء السوء قلنا أنت جواب أجيبوا يا شباب المسلمين إذا كانت البنت الآن 9 سنين عند المسلمين ماذا تفكر عنه ماذا في دماغها ما هو في دماغها وما هو الطفل في دماغه في 9 سنين the girls of today إذا كنا يحفظون القرآن ويذكرنا السير وهذا جيد هذا ما شاء الله if they're 9 when they're 9 years old what are they thinking about what are they preoccupied about البنات الآن والأطفال to compare them استغفر الله تعالى عائشة رضي الله عنها that she you know now nowadays what do 9 year old girls do they sit down and read the Quran and read the Seerah and so on and that's what they're busy with and that's what's happening with them and that's their concern or is the are they in a state where they're you know still you know just watching TV and just you know English? And what is you know what are they preoccupied by كل واحد في دماغه boyfriend or girlfriend All of them you know, raised to think about, you know, boyfriends and girlfriends from an early age. They're being prepared for disobedience. وتعلمون أن النساء المسلمات الآن فشافين أن الحياء سيء للمرأة. هذا معروف. And you know now that it has become widespread amongst Muslims that shame and modesty is something that is bad for women to have. هذا تعلمونه الآن. And you know that this is the state. أي وقاحة فوق هذا. أي وقاحة فوق هذا وقاحة معناها قباحة في الفعل يعني وقاحة معناها صريح القبح what you know a public you know and clear you know shameful behavior is there over this حيث لا تستحي البنت المسلمة أن تدخل على أبيها وأمها ومعها صديق That to the point that a girl, you know, is البنت المسلمة. That the Muslim girl is not embarrassed to bring, you know, her boyfriend in front of her family. وهو من القبيح بالمرأة أو بالشاب أن يتكلم عن أمور زواجه أمام والدي. هذا من القبيح معروف. And anyways, even if it was a permissible relationship, it is known
that it is not seeming for somebody to talk about the matters of, you know, relationships in front of the elders, in front of their parents. معناها شيء يقال له الحياة انتهى والأمور الآن نحن في رد الشرعيات المسلم الآن يردون الشرعيات الحياة انتهى. So now, you know, modesty has ended, and now people have gone to actually reject the things that Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for us. نعم. وما تعالى وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي ابنة 18 سنة ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها. ومن خصائص عائشة أنها لم يشتركها رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجنا وهذا مما يدلك على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتزوج للشهوة لأنه لو كان يتزوج الشهوة كان يتزوج الأبكار الشابات الصغيرة. So here's another thing to think about. The Prophet ﷺ, you know, Aisha radiallahu anha was the only one of the wives of the Prophet ﷺ that he married while she was a virgin, that she was unmarried before. If the Prophet ﷺ, astaghfirullah, married for desire, you know, he married all of those women that were. If the Prophet ﷺ, astaghfirullah, had perversions as people they think in their minds, then why would the Prophet ﷺ not? He could have married all of the young girls that he wanted to, and forget about waiting the 3 years, and he could have done whatever he had wanted to do. So why would he, you know, marry only this one, and marry, you know, many of his wives were, you know, either older or had been married before? And how many, you know, people actually offered the Prophet ﷺ to marry their young daughters? And he had deserved that, and those people were right in doing what they had did. ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها. فالنساء النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان منهما كل منهن له خصائص ولكن اثنتان لهما خصائص خاصة. فعائشة فخديجة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم معها امرأة فهي منفردة. وكذلك عائشة لم يتزوجها رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي منفردة في هذا الوجه. نعم كيف؟ فخديجة انفردت به دون غيرها من النساء. So it was also Khadija radiallahu anha that was انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج مع امرأة فلها خصوصية الانفراد بالنبي صلى الله عليه وسلم. That has the special characteristic of she's the one who she's the only one who the Prophet صلى الله عليه وسلم married during the time he was married to her. وخديجة لم عائشة لم يشتركها أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. And the special characteristic of عائشة رضي الله عنها is that the only man she was married to in her life. لم يمس بدنها غير النبي صلى الله عليه. Nobody had ever touched her except for the Prophet صلى الله عليه وسلم. As to all of the other wives of the Prophet صلى الله عليه وسلم, they had been with other men previously. وكم حوت في مدة يسيرة اسمعوا العجائب التي وقعت في عائشة. خصها الله تعالى لذكائها وعقلها حتى تتزوج في هذه السن المبكرة وتأخذ العلوم الكثيرة التي يحتاجها عمر وغيره من الصحابة. And look at this other wisdom that once the Prophet صلى الله عليه وسلم passed away when Aisha رضي الله عنها was 18, then she was. وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة. In this short time, you know, that she was married to the Prophet صلى الله عليه وسلم in those few years, she had learned so much from the Prophet صلى الله عليه وسلم because of her closeness to him and the extra time that she spent with him. ولها من الذكاء ما ليس لغيرها. And she has such intelligence that other people did not have, that she was able to benefit the whole ummah and even teach, you know, that even Umar radiallahu anhu needed to consult with her during the time of his khilafah. ولذلك ورد في الحديث عن أبي موسى الأشعري أنه قال ما سألنا عائشة عن طب ولا حكمة ولا شر ولا تفسير ولا فقه إلا ووجدنا فيه جوابا عندها. أبو موسى الأشعري من كبار الصحابة. And it was mentioned in the hadith that Abu Musa al-Ash'ari, من كبار الصحابة, who was one of the greatest of the companions, he said, the elders of the companions, he said that we asked and we used to consult with Aisha radiallahu anha, and there was nothing that we used to ask her about except that she had an answer for us. عائشة رضي الله عنها حوت في سنتين لا تزيد لأن عائشة كانت من 90 نساء كانت من 90 نساء وإذا نظرنا إلى هذه 90 نساء في 9 سنين هي مدتها لا تزيد على سنتين لأنها كانت تأخذ في أول الأمر ليلة واحدة من 9 ليالي
وفي آخر الأمر أخذت ليلتين من 9 ليالي. فقال أهل السير لا تزيد مدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم على سنتين. So then the time that she got exclusive to the Prophet ﷺ was only 2 years, because she was married to a maximum with the Prophet ﷺ. He had up to 9 wives. وهي مدتها معه 9 سنين. She was 9 at the highest amount. And she spent 9 years with the Prophet ﷺ. So in the beginning, you know, her time would be split. And then later on, and then it became, once the Prophet ﷺ had married the 9, she only had one night of out of 9 nights. وفي آخر في آخر المدة عطتها سودة ليلتها فصارت ليلتين. So then in the end of that period, and the end of those 9 years, Sauda gave her, may Allah be pleased with her, gave her night. She gave Aisha radiallahu anha her night. So now she had 2 nights of those فلم تزد مدتها على سنتين. To spend with the Prophet ﷺ. So the time that she spent exclusively with the Prophet ﷺ was 2 years. وهذه سنتان كأنها ليلة القدر. هذه سنتان سنتان. And those 2 years were as if they had been multiplied like ليلة القدر. That those 2 years truly she benefited. كم حوت من مدة حتى قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومعاوية كان من فصحاء العرب قال ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من عائشة ومعاوية كان من دواهي العرب هذا معروف. That it was mentioned that Muawiyah, he said, كان من دواهي العرب هذا معروف. And he's one of the most eloquent of the Arabs. He said that I did not see one giving a sermon or speaking more eloquently and knowledgeably and concisely than Aisha radiallahu anha. وكذلك قال عروة وهو ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحرام ولا بحلال ولا بشعر ولا بطب ولا بحديث العربي ولا نسب من عائشة. عروة بن الزبير كان من فقهاء المدينة وهو ابن أخت عائشة. عروة بن الزبير, who is one of the greatest scholars of you know, the followers, the companions of the leaders of the scholars of Medina, that he said he's the nephew of Aisha radhiyallahu anha. He said I have وأخذ منها الكثير من العلم. And he learned from her so much knowledge. He said I have not seen anybody أعلم بالقرآن that is more knowledgeable in the ولا Quran بفريضة or in any inheritance. بفرائض الفرائض تقال فرائض الترائك هذه في العالم. نعم inheritance. نعم ولا بحرام ولا بحلال ولا بشعر ولا بطب. Or in haram and halal matters. ولا بشعر ولا بطب. Or in poetry. Or ولا بحديث العربي. Or in the speech of the Arabs. ولا نسب من عائشة. Or in lineage, ancestry than عائشة. معناها هذا فيه سر عجيب جدا. So you see a great wisdom and a hidden, you know, a treasure in the marriage of the Prophet صلى الله عليه وسلم to Aisha. الله تعالى كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته هذه ليست خاصة بالنبوة فالشريعة رسالة يجعلها الله تعالى في بعض الناس دون بعض كما يجعل النبوة أصل الرسالة في بعض الناس دونه وأعلم بحكمة بذلك ممكن يجعل الناس كلهم رسولا لكن الله تعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالتي كذلك الله أعلم حيث يجعل علمه وحكمته من الخلق فالرسالة ورادة كما قال صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء فهم يرثون الرسالة. So Allah says Allah knows best where He places His message, and this is not exclusively talking about the prophethood, but rather the knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala sends, how it is spread and where it is placed. That Allah subhanahu wa ta'ala knows, and he placed it in a way that you know it could reach people and so on. نعم وبالبقيع دفنت في حني ليلا وسودا. عائشة رضي الله عنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل ودفنت في البقيع وقبرها مشهور في حني 58 للهجرة فهي بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا في 58 للهجرة. ودفنت في الباقيع وهنا ننتهي عند قصة السودة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حني معناها 58 في الهجرة. حنين النون 50 والحاء 8. So the, she passed away in the year 58 after the Hijrah,
And she was buried in the Baqi'a. وقبرها هناك مشهور. And her grave is known, it's over there. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي بجاه من هنا ذكرته فحقيقا كلما رجوته ربي بجاه من هنا ذكرته فحقيقا كلما رجوته ربي بجاه من هنا ذكرته فحققن كل ما رجوته وحققن مطلب الآباء والزوج والإخوة والأبناء وافتح لنا مفاتيح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة وافتح لنا مفاتيح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا ربي بجاه من هنا ذكرته فحققن كل ما رجوته ربي بجاه من هنا ذكرته فحققن كل ما رجوته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا زائغا إلا هديته ولا مهموما إلا فرجت همه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم يا عزيز وأعز الإسلام والمسلمين اللهم يا عزيز وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واكفنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد والشكر على ما أوليت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتغضى به الحوائج وتنال به الآمال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السجيات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.